حياكم الله، أهلا بكم مشاهدينا الكرام. من الرافدة في جولة صحفية جديدة مع صدى الأقلام، نرصد فيها أبرز ما كتب في الصحف المحلية والعربية والدولية. البدء مشاهدينا الكرام من صحيفة العربية الجديد ومقال للكاتبة ولاء سعيد السامرائي تحت عنوان خليجي 25 والاستنفار الإيراني. فمنذ 20 عاما يعيش العراقيون في ظل هذه الحكومات من دون أي أفق ولا أمل بالتقدم والبناء والانفتاح وعودة العراق إلى سابق عهده وعودة الحياة إلى طبيعتها. ليس يوم العراقيين طبيعيا، ولا الزمن الذي يعيشون فيه هو زمنهم الطبيعي، بل كل ما يخصهم يدار من هيمنة إيرانية صارمة تفرض أجندتها واحتلالها الثقيلين في كل الميادين مع شركائها في الأحزاب السياسية والميليشيات التابعة لقيادة الحرس الإيراني. لذا لم يكن في حسبان أي منا أن تقام هذه الدورة الرياضية بيسر وسهولة ومن دون تدخل سياسي وميليشياوي. جاء تنظيم دورة خليج 25 في الوقت الذي اتخذت فيه الخزينة الأمريكية قرارات مهمة بشأن المصارف العراقية التي تهرب الدولار إلى إيران، وشملت هذه العقوبات 15 مصرفاً يعود جلها لسياسيين وأدوات لهم ممن يهربون الدولار إلى إيران عبر عمليات تزوير لسرقة المال العام العراقي بتواطؤ البنك المركزي العراقي، كما جرى اكتشاف تزوير إيران الدينار العراقي بدقة وتسويقه عبر سوريا لشراء الدولار لحساب إيران بحسب سياسي معارض، لترد الأخيرة على ذلك عبر استنفار حكومي وبالتذكير بأنها موجودة وأنها صاحبة الأرض والمهيمنة الأولى، وهي من تعين رئيس الوزراء والحكومة، متحججة بتسمية المباراة بمباراة الخليج العربي، إذ احتج برلمانيون إيرانيون على التسمية وقالوا إن الخليج فارسي. إلى موقع عربي 21 ومقال الكاتب جاسم الشمري تحت عنوان العراقيون وسياسات زرع الملل والأمراض النفسية. قال فيه: في العراق ما لا يقل عن 6 ملايين عراقي ممن يعانون أمراضا واضطرابات نفسية من جراء الصراعات والحروب ومشاهد العنف اليومية، وأن عراقيا واحدا من كل 4 يعاني هشاشة نفسية، ويفتقر هذا الواقع المري للمعالجات الحكومية الفاعلة، وبالذات مع وجود مستشفى واحد فقط للتعامل مع المشكلات النفسية وهو مستشفى الرشاد. وغالبا ما يكون المرضى مصابين بالاضطرابات العقلية، لكن غالبية المرضى وذويهم يترددون ويخجلون من مراجعته لأن المجتمع سيتهمهم بالجنون. أضاف الكاتب أن المحاولة الخبيثة لمعالجة التأزم النفسي والمجتمعي بالمخدرات داخل بعض السجون والأحياء الفقيرة سيزيد التراكمات والتعقيدات والتداعيات الخطيرة لهذه الآفات على المجتمع العراقي. يعاني عموم المجتمع العراقي من السآمة والملل الفكري والإنساني، وهو من أهم مخلفات السياسات المتناحرة والحروب والتهجير والفوضى القانونية، ولهذا نجد تناقضات وحكايات مأساوية قد تنتهي بالهروب من الحياة الانتحار، حيث سجل العراق خلال العام 2022 أكثر من 750 حالة، أو قد تحسم بالطلاق، وبالذات مع تسجيل 73 ألف حالة طلاق خلال العام 2022. وأخيراً، ربما تدفع الملابسات العامة بعض العراقيين للتفكير الجاد بالهجرة للخارج، ولا أحد يعرف أعدادهم الدقيقة خارج العراق، وهنالك عدة عوامل ساحقة للإنسان نتيجة للسياسات السقيمة، ومنها الفقر والتهجير والمخدرات والاستخدام السيء لمواقع التواصل الاجتماعي وغياب الرقابة الأسرية. وأعلن مستشفى ابن رشد للطب النفسي ببغداد أنه استقبل خلال العام 2022 أكثر من 31 ألف مراجع. نشر موقع ميدل إيست إنستيتيوت تقريرا سلط فيه الضوء على تجارة المخدرات التي يتخذها نظام بشار الأسد وسيلة لزيادة إيراداته في ظل اقتصاد متهاون وبنية تحتية مدمرة ونقص في الكهرباء وتضخم غير مسبوق.
وأورد الموقع في تقريره أن أسعار المواد الغذائية ازدادت في سوريا بنسبة 30%، وازدادت كذلك أسعار الوقود بأكثر من 44% في غضون 3 أشهر وبعد أكثر من عقد من الصراع المنهك، إذ يسعى النظام جاهدا للبقاء في السلطة تاركا وراءه سوريا في حالة خراب. فأكثر من 50% من البنية التحتية للبلاد مدمرة، والشعب منقسم وموزع على 3 مناطق تسيطر عليها أطراف متعادية تحت إشراف قوى أجنبية متنافسة. قبل سنة كان سعر صرف الدولار في حدود 3600 ليرة سورية، بينما يساوي اليوم 6300 ليرة، ويعيش أكثر من 90% من السوريين الآن تحت خط الفقر، ويعتمد 70% منهم على المساعدات الإنسانية، وذلك وفقاً للأمم المتحدة. وفي ظل معاناة المواطنين السوريين، يواصل النظام إثراء نفسه من عائدات تهريب المخدرات. وفي سنة 2021 صادرت السلطات في جميع أنحاء الشرق الأوسط إلى جانب ماليزيا ونيجيريا والسودان ما لا يقل عن 5.7 مليارات دولار من الكبتاغون الذي أنتجه النظام السوري وقام بتهريبه إلى الخارج. ويقدر مسؤولو الأمن أن مضبوطات الكبتاغون السوري لا تمثل سوى من 5 إلى 10% من إجمالي التجارة، مما يشير إلى أن القيمة الإجمالية في سنة 2021 كانت في حدود 57 مليار دولار على الأقل. إلى صحيفة الأيام الفلسطينية ومقال الكاتب عبد المجيد السويلم تحت عنوان إسرائيل على حافة الاشتعال. ذكر الكاتب وقال: لا أعرف على وجه الدقة حجم الوعي والإدراك الفلسطيني وطبيعته لدور العوامل الداخلية الإسرائيلية في بنية الأزمة وعمقها في النظام السياسي في إسرائيل، ولا أعرف تأثير هذا الصراع على تماسك الدولة والمجتمع فيها، ولا حتى المدى الذي ستتركه هذه الأزمة وتؤثر به في مستقبل الصراع بيننا وبين دولة الاحتلال والعنصرية، والتي تتحول بصورة متسارعة نحو دولة الفاشية. لن تنفع كل المناشدات وكل التحذيرات من مغبة الوصول السريع إلى لحظة الاشتعال الكبرى، ولن تجدي كل مفردات الخطاب الإعلامي في إيقاف هذا المسار ما دامت هذه الحكومة الجديدة في إسرائيل تحكم سيطرتها على النظام السياسي، وما دامت ماضية في برنامج الانقلاب على كامل تاريخ النظام ومساره. إن الصراع الداخلي في إسرائيل الذي دخل هذا المنعطف وهذا المختنق بالأحرى ووصل إلى هذا المستوى من الصدام هو صراع على طبيعة الدولة وعلى طبيعة النظام السياسي الذي سيحكمها، وليس على سياسات هذه الحكومة أو تلك، وليس على برامج سياسية، ولا على توجيهات حزبية، ولا على أي شيء من كل هذا القبيل. غالبية معينة لا ترى لهذا الصراع الذي بات على حافة الاشتعال في إسرائيل أي أهمية تذكر، ولا ترى فيه عملية موضوعية نابعة من أزمة المشروع الصهيوني، ولا ترى في قواه المحركة سوى مجموعات صهيونية صماء، ولا ترى أي إمكانية لأن يكون هذا الصراع حالة نوعية جديدة من أزمة المشروع الصهيوني ومن اختناقه، ما دام هو على هذه الشاكلة من التماهي مع الحق الإلهي الذي يؤسس لحقوق تاريخية زائفة تتناقض بصورة صارخة مع أسس العدالة وحقوق الإنسان والقانون الدولي الذي يفترض أن تتبناها أي دولة مدنية. في مقال تحت عنوان اليمين المتطرف في صعود مستمر إسرائيل نحو الهاوية، تساءل فيه كاتبان هما سيليفان سيبيل وعزرا نهماند إلى ما وإلى أي مدى سيظل أنصارها؟ الولايات المتحدة يقصد والاتحاد الأوروبي سيظلون يحمون دولة إسرائيل التي حصلت لتوها على حكومة ذات توجه استيطاني هوياتي أكثر تطرفا من أي وقت مضى، والتي أعربت وسائل الإعلام الأمريكية عن قلقها حياله، إذ عدت وكالة أسوشيت بريس هذه الحكومة الجديدة تدفع إسرائيل إلى صدام وشيك مع أقرب حلفائها وفي مقدمتهم الولايات المتحدة الأمريكية،
والمجتمع اليهودي الأمريكي. نتنياهو ضاعف من التنازلات الممنوحة لمعسكر المستوطنين من أجل ترسيخ سلطته في البرلمان الإسرائيلي والهرب من الملاحقات القضائية التي تطارده. وتنبئ تنازلات نتنياهو هذه بظهور صراعين يشكلان تهديداً خطيراً، يتمثل الأول في اندلاع الثورة الفلسطينية من جديد على نطاق واسع في الأراضي المحتلة وداخل إسرائيل نفسها. فهل سيتمكن رئيس الوزراء من السيطرة على إتمار بن غفير وزير الأمن القومي الجديد؟ وما السبيل إلى السيطرة على رجل كان على مدار حياته المهنية رمزاً للعنف القائم على العنصرية؟ فبوصول بن غفير وساموتريتش إلى السلطة وصل شعور المستوطنين بالإفلات من العقاب إلى أعلى مستوياته، ما يثير مخاوف من ارتفاع وتيرة الاعتداءات والتي كانت متكررة بالفعل ضد الفلسطينيين والإسرائيليين الذين جاءوا لدعمهم. وما إن تولى بن غفير منصبه حتى سارع إلى اقتحام ساحات المسجد الأقصى. هذه وقفة قصيرة للمشاهدين الكرام مع الرسوم الكاريكاتيرية. بلا جدران تقيهم حر الصيف وبرد الشتاء، أخرجوا من ديارهم غائبون لا صوت لهم. بلدهم يطفو على بحر من النفط، تصارع أكفهم قسوة الحياة. هدموا كل ما هو جميل وأساءوا لحاضرة الدنيا، حتى استغاث منهم تراب الرافدين. لكن أحفاد ثورة العشرين سيكسرون القيد ويبذلون المهجة ويعيدون الحياة. لن تكتم الأفواه ولن تحبس الألسن، فنحن صوتكم. افتتح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مكتبة رامي التي تعد الكبرى في البلاد الكائنة في مدينة إسطنبول. وقال أردوغان إن مكتبة رامي ليست مكتبة فحسب، وإنما صممت لتكون مركزا ثقافيا إذ يمكن إقامة العديد من الأعمال فيها. وذكر الرئيس التركي أيضا أن ثكنة رامي الواقعة في حي أيوب على الجانب الأوروبي من إسطنبول تتمتع بمكانة تاريخية مهمة لنحو 250 عاما قبل أن تحول إلى مكتبة، مضيفا أن السلطان محمود الثاني أدار المعركة العثمانية الروسية في عامي 1828 و1829 من هذه الثكنة. وأوضح أن هذا البناء بقي ثكنة عسكرية سنوات طويلة في عهد الجمهورية التركية قبل أن يستخدم لأغراض مختلفة كتحويله إلى سوق للأغذية. فتح معرض أوتو صالون 2023 للسيارات فتح أبوابه أمام زائري في العاصمة اليابانية طوكيو. يتيح هذا المعرض المقام في مركز ماكوهاري ميسي للمعارض الاطلاع على أحدث التصاميم في عالم السيارات، ولا سيما المعدلة منها. يستقبل معرض أوتو صالون، أو كما يعرف بصالون طوكيو للسيارات، يستقبل زائريه في المدة من 13 وحتى 15 من شهر يناير كانون الثاني الحالي.
فنتابع معكم مشاهدينا الكرام الآن مقطع المصور الذي اخترناه لكم من مواقع الصحف. الفجر تنطلق رحلة أقل ما يقال في وصفها بأنها رحلة عذاب في ظل إجراءات الاحتلال المشددة والمعقدة والذرائع الأمنية التي تعكر صفو عائلات الأسرى خلال زياراتهم لفلذات أكبادهم داخل سجون الاحتلال. ماذا تعرفون عن المعاناة التي تواجه عائلات الأسرى خلال رحلة العذاب؟ تنكيل متعمد. وفق نادي الأسير الفلسطيني فإن إجراء زيارة أهالي الأسرى لأبنائهم يعني المرور في رحلة شاقة تبدأ بالتوجه للصليب الأحمر للحصول على تصاريح الزيارة ومن ثم خط الرحلة حيث يتم نقلهم إلى الباصات ومن ثم إلى الحواجز ونزولهم أكثر من مرة للتفتيش. وبعض الحواجز تستغرق عملية عبور الباصات منها ساعات حتى الوصول إلى الجزء الأكثر صعوبة في الرحلة حيث يكون اللقاء غير المكتمل، لقاء دون عناق من خلف لوح زجاجي وعبر سماعة هاتف. وعند المغادرة تشترط مصلحة السجون الإسرائيلية على من ينتهي من الزيارة أن ينتظر لساعات طويلة مع باقي العائلات من أجل المغادرة دفعة واحدة لتصل في بعض الأحيان مدة الزيارة إلى 16 ساعة في أجواء شديدة البرودة أو شديدة الحرارة وسط معاملة فظة ووقحة من قبل سلطات الاحتلال. عذبونا في التفتيش وعند التفتيش تعبنا واحنا مروحين من كتر ما عانينا في التفتيش وعانينا في المسافه اللي بقوا قاعدين فيها الشباب. ايوه وفيها بقى مطر وريح وسقعه وانا معي القلب ومعي ضغط ومعي غدر وما قدرتش اعاني في المسافه. الرحله بشهاده عائلات الاسرى. قيود لا حصر لها تفرضها سلطات الاحتلال على زيارات ذوي الأسرى لأبنائهم خلف القضبان. السيدة منال البرغوثي تقول مع اقتراب موعد زيارة زوجها وابنها الأسيرين داخل سجون الاحتلال فإنها تعمل على التحضير للزيارة قبل موعدها بوقت طويل. وفي اليوم الموعود تتجمع عائلات الأسرى في مدينة رام الله مع الفجر ومن ثم ينطلقون في الباصات التي توفرها اللجنة الدولية للصليب الأحمر. وعند السابعة صباحاً يقفون عند حاجز نعلين حيث يحتاج العبور منه عدة مراحل وإجراءات تفتيش دقيقة. وأكبر لحظات المعاناة عند أم عبيدة الانتظار خلف بوابة السجن لوقت طويل إذ يتم إدخال عائلات الأسرى للزيارة على دفعات بعد إجراءات مرهقة وتفتيش دقيق على مرحلتين بالأجهزة ومن ثم يدويا. ما رأيكم؟ في نهاية جولتنا الصحفية في صدى الأقلام من الرافدين تقبلوا تحيتنا.